سلام جديد وحلقه جديده. واليوم يا جماعه راح نلعب لعبه كرون جماعه لعبه الرجل العصبيه. اليوم راح يكون عندنا لعبه من نفس المطور، راح يكون الديمو حق اللعبه، راح نجربها مع بعض ونشوف اللعبه هي كيف صايره. لا تنسوا زر لايك واشتراك معنا في القناه، ويلا يا جماعه خلينا نجرب مع بعض اللعبه. هذه اللعبه حاليا قدامنا، خلينا نروح بلاي ونشوف مع بعض فكره اللعبه. طبعا في مجموعه من خلينا نروح اول واحده الصعوبه طبعا هذه، وفي ليفلات كثيره في اللعبه. بنروح للليفل الاول بالنسبه للعبتنا هذه وبنشوف مع بعض كيف راح يكون معانا. فبسم الله الرحمن الرحيم. احنا قاعدين نتهكر ولا شنو؟ الو ايه ايه شنو هذا؟ قاعد اتهكر انا ايه يا الحبيب؟ يلا نضغط اف بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هكرني كمل. يلا ابتدينا مع بعض حاليا في اللعبه. يلا الحين ايه ايه شنو هذا؟ شو اسوي؟ اقدر نط هني؟ اوكي الفكره اننا نقدر نط من سياره لسياره. سلام عليكم. فهم حرف الاي اقدر حرف الاف اقدر اطل انقله. تعال 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 يلا يلا بس يلا بس. ايه نروح قدام. سلاح في اسلحه في اسلحه في اسلحه ابي اسلحه. راحوا بعيد عني. وش ده وش ده وش قاعد يصير؟ الو ها وش صار؟ شو اللي صار؟ الو والله يا جماعه انا ما ادري ايش اللي صار، فبرجع للمنيو مره ثانيه من جديد. اعتقد ان اللعبه علقت والله اعلم. طبعا هذا ديمو للعبه، فالظاهر نحن علقنا مع اول ليفل. يلا نروح الليفل مره ثانيه نحاول من جديد الليفل الاول. انتم ملاحظين ان الديمو فيه ليفلات كثيره ولا اتخيل انا؟ المهم سوي سكيب نرجع مره ثانيه من جديد. طبعا كمان قاعد يعلمونا عن التحكم، بس مشكله علقت معنا اللعبه مع البدايه. يلا من جديد ليتس جو. حلو انجيني فوق عندي حرف الاي. اوكي راح يكون عندنا ثلاث نطات. يلا تعالوا 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 يلا تعال 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 ولا اجيكم اجيكم كيفكم ها؟ بس السياره لو تقرب شوي لان اذا نطيت الحين راح اموت. زين لمتى يا جماعه؟ اوكي راحوا هنا. طاحوا الفشله. يلا انقلع بس انقلع. ايه جيب الاسلحه حقتي. هذا اللي كان المفروض يصير قبل شوي، كان المفروض اني اخذ الاسلحه. الحين معي اسلحه انا، الاسلحه هذه ما نقدر نحن نستخدمهم. طبعا معي طاقه واشياء هاي لازم ننتبه لها بس كبدايه يعني. اوكي خلاص يلا الحين ليفل ثاني. الليفل الثاني اللي معي اسلحه. ابلعوا رصاصي خلص. والله ترى ما ادري. ابلع انت وياه ابلع انت وياه. مع درع الفاشل بنشوف. لا انقلع. يلا يلا برا 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 برا. يلا تحت 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 يا اخي الشوت اقوى. لا 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 انا وين انا وين انا وين انا وين انا وين؟ علقنا ابو اللعبه يا جماعه. يا اخي ما يصير يا اخي، تونا لاعبين قبل شوي علقنا والحين علقنا مره ثانيه. اوكي اللعبه فيها بعض المشاكل يا جماعه. مشي مشي الموضوع. الليفل الثاني يلا من جديد نسلك لهم. اوكي وليل لا نهار 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 نهار. اللعبه فيها بعض الجلتشات لازم ينتبه لها المطور ضروري. نايس مكاني حده خطير. انقلع انقلع ما اقدر اطلق رصاصني. لا تطلق اطلق اطلق بنموت. يلا برا يلا برا
معاه سنايبر. ايه ايش في الليفل صار صعب؟ ايش في الليفل صار صعب؟ روح هناك. ايه يلا 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 برا يلا برا ركبوا هني. لا انا اموت. الوضع تمام؟ الوضع تمام بس ما ادري كيف راح اروح. لا 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 طاقتي ابلع. ما ادري ليش فجرته. مع نفسك. لا طاقتي 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 اموت بموت بموت. هذا السنايبر هذا السنايبر غثيث. انقلع انقلع انت وياه. ما زلت انا ماشي. لا مو صح اللي قاعد اسوي مو صح اللي قاعد اسوي. انت موت. شو انت وراي؟ هلا بالزين. ذلك اثنين بوم. هلا بالزين. تمام ايوه. متى اطور من نفسي؟ هات يا حبيبي ليتس جو. صار عندنا شتجن يا اخوان الحين. اقدر اكمل؟ قله 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 يا فاشل. لا 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 يا اخي لا يصيدني. اضرب هني زين. ايوه ايوه تعال هني تعال هني. اضرب 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 اضرب. بموت بموت قريب بموت قريب. لا مت مت يا جماعة مت يا اخوان. من وين راح اكيد من من البداية ما اكمل يا ليل. من البداية بس هي فيها فكرة اتوقع. هي فيها فكرة اتمنى انها مقاطع اكثر راح انزل لكم. بس فيها شوية جلتشات اتوقع انها قاعدة تخرب نوعا ما. اتمنى عجبكم المقطع ضغطوا زر اللايك واشتركوا في القناة اذا كنتم مشتركين. وكتبوا لي تحت في الكومنتات اذا فعليا تبون مقاطع اكثر من اللعبة هذه ولا لا. باذن الله راح انزل لكم اذا حسيت انكم يعني خاطركم ينزل لكم اكثر واكثر منها. نشوفكم على خير ان شاء الله مقاطع اخرى من هذه اللعبة وايضا العاب ثانية. ومع السلامة يا جماعة. اللايك امره مهم طقه ولا تهتم. انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم. يسيطر على امم هذا جيشنا يا عم. والاسيار اسطورة تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيلة. قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة. تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة.